أبو عاصم أبو ريان أحد المستفيدين من مشروع استصلاح الأراضي من لجان العمل الزراعي، حيث قدمت لنا المساعدات بمعدات ثقيلة باستصلاح أراضينا الجبلية. ليصعب أني أنا كشخص بمفردي أني أقوم باستصلاحها، وفرت لنا البواقر والجرافات الضخمة اللي قامت بحفر الجبال والصخر وتسهيل الأراضي على شكل مدرجات، وبنت وقامت ببناء لنا جدران استنادية لحماية هذه التربة الزراعية. طبعاً احنا في موقع اسمه واد الدور وردان، طبعاً هاي المنطقة وهاي الأراضي ساعدونا اتحاد لجان العمل الزراعي فيها، ساهم الاتحاد في استصلاح بما مساحته حوالي 900 درم في هذه المنطقة، والنتائج زي ما انتم شايفين، يعني الناس معظم الناس زرعت أراضيها وطبعا استفادوا منها، حسنوا وضعهم الاقتصادي، ساعدوا عائلاتهم، عملوا على يعني تحسين وضعهم بشكل ممتاز وكبير جداً.